تمام، وجود لغة مشتركة للحوار بين الناس، بين الستاف، نتكلموا لغة واحدة، ما بقولش الحالة ما ناش عارفين وين نحطها، الحالة تقسم، حالة اي سي، وحالة شو هذه اوبزرفيشن، هذه ادمشن، هذه كيف، فكل هذه الحاجات الاولانية عندي ارضية مشتركة، فتقسيمها بصفة عامة عند اربع مستويات. ليفل زيرو اللي هو الديشن بتاع الورد، وورد ليفل اوبزرفيشن، تمام، هذا وورد ليفل اوبزرفيشن معناه يحتاج عادة مش عادة ليه ما يديش مونيتورينج، صح؟ البيشنت نيرس ريشيو حيكون اقل، يعني كل نيرس 1 تو 4 1 تو 8. الفايتال ساينس ما نحتاجش كل ساعة ولا ساعتين، مرات كل أربع ساعات، بس مرات كل ثمان ساعات حسب الحالة، يعني والتحاليل مرات بتفوت يوم يومين ثلاثة، ما نحتاج تحاليل على حسب الحالة حتي. هذا هو نمشي شوي اللي هو الليفل بتاع اللي هو البيشنت اللي هو يحتاج اللي هو ات ريسك اوف اللي هو سيتويشن على الأقل شيء، اللي هو ممكن البيشنت يحتاج لمونيتورينج، تمام، ممكن يحتاج ل ليميتد سبورت، مثلا يحتاج سيت اب، تمام، او يحتاج ندير الاكتيف انترفنشن للبلد بريشر مثلا بالانترفينس ميديكيشن كذا، هذه ماهيش ميجور كيس ولا ادفانس تريتمنت للاي سي، لكن ما نقدرش نلعب عليها هلبه في الورد، فهي نقول هذا الليفل 1 ليفل اتش دي، الليفل 2 3 هذا ما ليفل سبات اي سي، اللي هو البيشنت يحتاج للاي سي اللي عنده ات ليست 1 اوردر ديسفانكشن، او البيشنت اللي هو دخلت ل ليفل 1 والبيشنت ما فيش ريسبونس للتريتمنت او ديتيريتنج، فبتدخل له ليفل 2، او مرات بعض الحالات اللي هم ميجر سيرجريز ويحتاج الى اوبزرفيشن 24 ساعه كذا، ممكن بعض الناس مش كلهم يمشوا، بعض الناس يحتاج الى اي سي على حسب شنو السيرجري بتاعه او شنو اللي هو البيشنت باك جراوند ميديكال هيستوري بتاعه، لو سكيمك هارت ديزيز، البيشنت هارت فيلر، البيشنت عنده رينال ديسفانكشن، او صار انتروبوتيف انسيدنت مثلا تحتاج يعني تخلي البيشنت للاي سي. ليفل 3 عنده مور ذان 1 ليفل، يحتاج الى ادفانس سبورت، يحتاج الى ميكانيكال فنتيليشن، مودريت تو هاي دوز، هذا كله ادفانس ليفل. فنتفقون ان ليفل 2 وليفل 3 هما ليفل بتاع الاي سي. زادوا داروا تقسيم اخرى اللي هو كل واحده ليفل 2 و 3، كل واحده فيهم بيزك وادفانس وكورونري، يعني كورونري سي سي يعني ليفل 2 سي سي مثلا ليفل 3 سي سي، ليفل 2 بيزك، ليفل 3 بيزك، ليفل 2 ادفانس، ليفل 3 ادفانس. الكلام فيه بيدي محاضره بروح، بس عشان نعرف انه هو في التقسيمات، انه الاي سي وات على حسب، بعدين تمشي برا على حسب المستشفيات، يعني المستشفى هذه بتاع كاردي، هذه مستشفى فيها الادفانس اي سي، وهذه المستشفى فيها البيزك اي سي، هم عارفين روحهم، كل مدينه او كل مقاطعه كليتي عارفين الحالات اللي تتصل كذا كذا، في عندهم سنتر كنترول، هذه توجه هنا توجه هنا، يعني هم متفقين في بعض، تمام. دول الانديكيشنز بتاع الاي سي وات، شو رايكم شنو الانديكيشنز بتاع الاي سي وات؟ مش عند اورجن تمشوها، عندي أورجن فيلير أنا هذي بناء على أورجن أكيوت أورجن تماس كومسكين إيه هذا ديتيرت بس كومسكين تمام بيش أنا تيوب أكتيوب حاطة مثلا ورسبيرتريس أو رسبيرتريس سبورت رسبيرتريس تمام كورنوليتي ما تقول كورنوليتي صباح النور هاوي ميرا هاوي بيجي محل موجود لعنده واتي ما صورتهاش دي قصه بعدين المونتاج زي ما كلهم جمعهم زي ما كنت بيش اللي هو يحتاج انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن بيشنت يبي كونتينوس قدك مونيتورنج مثلا بسيفير هايبوكاليميا او انذر ديستربنس البيشنت اللي هم ستروك الهيد انجري اللي هم يحتاج انفيزيف في اكستندد تايمز اللي هو الديستريس سبيشال ديستريس كيف نقول البيشنت يحتاج الى اكسجين هاي فلو اكسجين عشان يحافظ على السابيريشن اكثر من 90 يعني مثلا بيشنت عنده حطيت له هاي فلو اكسجين هو الاكسجين 96 97 هذا مجرد غير حاطين هاي فلو ممكن تميز حقها شو لكن كانوا على هاي فلو ومازال اكسجين يا دوب بتكعبش في 90 معناها هذا البيشنت ممكن يمشي على النكست ستيب انا بيزف او انفيزف او الديستريس هو انكريز او رابيد اسكاليشن
حطيت 4 لتر بعدين شبع شوي 6 6 8 10 معناها هذا البيشنت از ديتريتنج او هيموديناميك انستابيليتي البيشنت يحتاج الى كفاز بريسنس وبيشنت ديكريزيبل اوف كونشسنس اسيدوسيس مالتيبل اورجان فيل او مور ذان اكيوت اورجان فيل. هذا ما كل من الحاجات تحطهم لأي واحد ما فيش خلاف إن البيشنت هذا يبي آي سي يو. أنا ما عندناش مشكلة مع حد. وين مشكلتنا بالذات المستشفيات العامة؟ الآي سي يو فل وبيجيب لك حالة تبي تخش الآي سي يو. أنا الإشكال. فأنا تقسيمة تانية على حسب البريورتي. عندي آي سي يو مليانة وعندي حالة في القسم ديتريتنج وعندي حالة في الإيار بتخش مثلا واتصلوا بي حالة جاي من تونس. هذا كل اسبوع عندنا قصه ديما موجوده الحكايه صح لا. فاني يبدا عندنا خلفيه ليه لما نتكلم على حسب الاندرستاندينج الاي سي يو بريزيشن الانديكيشنز. لما يقول لي واحد انا كذا وكذا يقول لي بندخل نقول له لا ما نقدرش. يقول لي يا دكتور عنده بيشنت انتوبيتد بيشنت وين عارف متفق معك انه وين بي سي يو. انا خلاف معك موش عندي مش في الاسيو تاعي لان انا عندي اولويات اخرى في ناس اخرين حتى هم يحتاجوا الاسيو. تمام. فالتقسيم على حسب حاجه البيشنت هل هو الانديكيتور اللي كنا نسموه في الاول. حاجه ثانيه هل حيستفيد ولا لا. تمام. نربط هذه مع البيشنت يحتاج الاسيو او لا. هذه رقم واحد. رقم اثنين هل البيشنت حيستفيد من الاسيو. بعدين لو كنا البيشنت مش حيستفيد من الاي سيو على حسب المكانات التوفيق ليبيا هنا ما عندناش حل. ما فيش مكانات بتاع باليتيف كير ما كانت بتاع ستروك كير والنيرس ما عندناش. فنتكلم المكانات اخرى هذا 16 اي سيو نحطها في المكانات. لكن هنا خلاص يخش الاي سيو. اوكي. فهنا ديما تقسيم نقوله من البريوريتي 1 الى 3. ال1 هذا ما اللي غالبا نحسبه حيستفيد من الاي سيو. وال3 اللي هو ما فيش شيء امل من الاي سيو. اللي هو بعدين نقول هي تو بي يعني ان بتوين. مثل 1 مثلا يبدا انستابل البيشنت عنده اتليست 1 اورجن فيلير. تمام. ويحتاج للمونترينج والثيرابيز. تمام. الحل مونترينج والثيرابي ما نقدرش نوفرها للبيشنت خارج ليسيو. تمام. وما عندهاش ليميتيشنز. ما عندهاش ليميتيشنز للتريتمنت. شو نقص الليميتيشن للتريتمنت؟ معناها البيشنت عنده مثلا في بعض دول عندهم اللي هو توتال ريسستيت. هذا ليميتيشن الريسك خلاص بتخليه زي ما هو. البيشنت اللي هو مثلا محتاج لسيرجري والسيرجري السبيشالتي هذا او الجراحه اللي مش حد يعرف يديرها ودي هذه لايف سيفنج. هو على فرض مثلا يجيني حالة هنا في مصراتي مثلا جاني عقاب الليل وعنده أكيوت ديسكشن أورت. تمام. هذا يحتاج لكاديك سيرجري باهي. والكاديك سيرجري طبعا مش أي كاديك. كاديك تبي حاجة أدفانس وهيبوثيرميك أرست وحاجات يعني الفاسيليتي حتية غير الكاديك سيرجري الأخرى. ونفس الوقت الترانسفير بتاع هاي ريسك حتى هو لمكان تاني. حتى لو كان الرست قدامنا كان هذا مستشفى مكتلاش ستيشن خليه. فهذا كلنا نقوله لا ليميتيشن ليش هذا ما تقدرش. احسن حاجه عندك كثير انا قلت تخلي البي بي ما يرجعش خلاص والباقي بتتفرج عليه خلاص ما عندك مدير. هذا ليميتيشن. ونفس الوقت هاي لايك اللي هو ده كلمه يخش ليس مش كثير عندي قالوا كذا. وغالبا ليش حسب الارقام حسب المعطيات غالبا حيتحسن. هذا البرايورتي 1. البرايورتي 2 اللي هم مقسموها الى 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 اي او بي نفس الشيء اكيوت ال لكن من حد ما ستيبل كاتبريشن يحتاج الى اورجان سبورت وزنا زي ال1 ندخله لو كان ايرلي مانجمنت. مثلا دخلت لل اتش دي او فيل او بيشنت ديتيريتد. تمام. امثله مثلا بوست اوبرت بيشنت اللي يحتاج الى مونيتور او البيشنت هو ريسبيرتوري انسفيشنسي مازال البريورتي 2 اي مازال هاي لايكليهود اوف بنفيت لكن الكونديشن بتاعهم اسوء من الكون البريورتي 1 از مور ستيبل ذان 2.
نمشي للتو بي نفس الاي لكن نقوله لايكلي هود اوف بنفيت اقل. بدت هنا لايكلي هود بنفيت تقل زي شنو البيشت اللي عنده كانسر بيشت كانسر تمام والكانسر هذا جاك بنيومونيا وسبسس تمام بصفة عامة ممكن يتحسن ممكن يستجيب لكن الباك جراوند الكانسر بتاعها كانت عندك باش انت دي تريكا وممكن ما يتحسنش من الاميونيت بتاع مضروب باش اللي عنده هارت فيلير وركنت كل يومين ثلاثة يطلع يرتاح حوش ثلاثة أربع أيام ويخش عندك هارت فيلير ثاني يطلع يخش هداما يتحسنوا عندك لكن التحسن بتاعهم ما هوش مضمون تمام ونفس الوقت المعارض أي وقت انه ممكن يرجع لك مره دي تريكا لان الباك جراوند اللي سبب له المشكله دي كومنسيشن زاد موجود عندك تمام التري ان هما البيشنت لما التيرمينال بيشنت ما فيش امل انه يتحسن ما هوش فور ال سي مش الحاجه كده الدخله اللي هو حاجات لوجيستيك هيومانيتيريان وكذا لكن بصفه عامه ما فيش ريسبونس الامثله واجده مثلا بتاع الكانسر مثلا اللي هو يعني عندك ان ريسبونس في اي تي ان ريسبونس في الكيم والراديو ورابيد ريسيس دبل ديوريشن يعني بيشنت بعد الهيد انجري وفيجيتيف ستيت مثلا فيجيتيف ستيت قدام ايه مثال ثاني عندك بيشنت ود ان ستيج ليفر فيلير ان ستيج كنانك فيبروس انت في مكان ما فيش هذا الترانسبلانت البيشنت اللي هم اللي مثلا هن عندك عندك ان ستيج رينال ديزيز ومش في ترانسبلانت وما عندكش فاسيلتي بتاع دياليسيز مثلا هذا ما كلها مدخله اللي يسوي عندك ما تجيب يعني يقول داخل عندي ما ينفعش انا عندي اكسترا بيدز وما فيش يعني ونقدر ندخل عندي لاسباب انسانيه وكذا هذا موضوع ثاني لكن انا عندي الاي سي وعندي مكان واحد يكلم فيه من قسم بيجي يكلم فيه من ار بيجي يكلم فيه جابتوس كل واحد مقيم وانا نحط اللي نقول له الاولويه اكثر واحد حيستفيد من الاي سي فلان مش بس كم فيرست سيف زمان كان عندنا دكتور هنا في المكسوب كان والدته الكيمياء وكانت حتى ان ستيج داينين مدخلين الاي سي لانه هو ستاف معاه في الاي سي معاه يعني هو جاء اليوم اليوم ويمشي ويجي طبعا قعدت يوم اليوم جاء كانت في القسم جاء ما لقاهاش شرحش قال والله نزلنا على سي نزل صوت البحر قال مش دخلت على سي وقالوا امي عندكم لا شيء قالوا لا ما عندنا شيء عشان قال بهني لما جاء حاله تحتاج اي سي وما دخلتوهاش عشان امي واخده بنتي يعني يعني فكنا خدتنا ولا من بيقت والله هو طلعها الحالة يعني منه هو حتى خواتي يجوا يقرأ عليها قرآن يشوفوها يعني تحط بلاسي إيش معنا تسكرانة ما فيش زيارات وكذا ولاينز هنا ولاينز هنا ولاينز هنا وبعدين خلصنا حتى هذا لما تدخلهم ليس يو شنو الكير اللي بتقدم لي هل يعني بالفايتز وكذا كذا هذا تبي لكل الانفيز فان تحط تيرا بتحط سنترا بتحط مش عشان وين بعدين شنو حتى لو انك دخلت الاي سي يو الليفل اوف كير ساهم انت والفاميلي الاكسبكتيشن مش كويس كان واحد من المستشفيات الطبيه في الرليج زمان كان في جراح نيورو سيرجن ويعتمد على لسان هلبه وديما يعطي في امل قصدي جابوا له حاله مره تروما الويتنس اللي جابوه اوبن هيد انجن قالوا البرين تيشو قاعد في الشعر والأشياء برين تيشو بالشعر قاعد لا بل يسوي يدرس مع الفاميلي وإن شاء الله خير وإن شاء الله البالك يتحسن وبالك مش عارف شنو هذي فاميلي يجوا له بتاع الاي سي يو يقولوا له كيف الدكتور الجراح كان بيتحسن مش يتعارك معه هذه قصة حتى كيف يتكلم مع الفاميلي وهيك واحد بيودي إنك أنت دخلت الاي سي يو ما تطمعش الفاميلي كانوا خش الاي سي يو معناها راهو الاي سي يو مكان حيتحسن يعني دخلت الاي سي يو لانه ما فيش لي مكان غادي بس لكن ذلك يتحسن موجود حتى لما ندخلهم اليوم الهوبس كيس ندخلهم اول شيء الفاميلي لازم يكونوا عارفين الاوت كمس والتسكو فهذا كله لما يبدا عندي الانديكيشن وعندي هاي الكريتيزيشن ديال عشان تتريجك كل ما ايش معناها allocation of patient and resource يعتمد على شنو على لايك يود
benefit prognosis patient life expectancy anticipated quality of life بعد حتى لو طعمنا يصير quality of life اللي هو اللي نتكلم عليه اللي هو 2 week حتى لو ما طعمنا يصير quality of life بتاع مش هتكون نورمال هيبقى poor quality of life هيبقى مش بيخش يصير هذا كلهم تقدر تحط فوق اللي هو availability of bed ولا availability of alternative اللي يصير alternative لحد الان ما عندناش هنقول availability of ICU beds فأول ما تخش الحالة بتاعت الإيسيو وتحدد التيم بتاعك هذه واحدة من الأشياء اللي أنت أنت البيشنت ليفل أوف كير بتاعها حتى أنت بتحطها كم نيرس تلعب الإيسيو 8 بيتس وعندك 3 نيرسز ولا هو 4 نيرسز واحد ليه سنة واحد بادي أول أمس واحد الباك جراوند بتاع النيرسينج واحد ذا هيلبر واحد الكير بتاع كويس فأنت بتقسمهم الممرض هذا يمشي للبيشنت هذا يعني دائما اثنين عادي ممرض واحد هذا لازم وانت وانا فريق معرفتي للحالات هذه توجه حتى في سكورينج سيستم هذا تخليني نقسم حتى الستاف بتاعي كيف من نضغط البيش بعدين ستيبس بتاع البيش الاي سي يو هيستوري والاكزامينشن واللابس والدياجنوست تريتمنت لكن في النص في اي ستيب عندك الحلقه الاير واي بريدنج سيركويشن اي وقت مش لازم نكمل الحلقه دي سبورت انيشال ريسستيشن لو يهمني أول ساينش السوسيشن وبعدين أي وقت يتحس بيش نكمل ستيبس بتاعي صار شيء نعاود ندير سيركن بتاعي بعدين ولي الستيبس شو السكورينج سيستم بتاع الاسيو طبعا السكورينج سيستم لو تفتش عليه عدد السكورينج سيستم في الميديكال فيلد مبطلش ناس مكزدة عندهم كمبيوترات وعندهم رواتبهم كويسة مش مستحقين ان يتحركوا من نايت لنايت من شفت لشفت فهو عنده 40 ساعه في الاسبوع وباقي اسبوع كنا قاعد ندير في سكور سيستم وين ندرس تمام فهي السكور سيستم الفكره ان هي عباره عن ياخذ الداتا من البيشنت ويجمعها مع الداتا يدير بها يعني عندك الالجوريثم يطلع في الاخير برقم الرقم هذا يدير لي ثلاث حاجات يدير لي البريدكتابيلتي يدير لي assessment لل severity تاع condition وممكن بعض منهم نستعملها as a tool of management يعني دائما ثلاث حاجات نقدر نستخدمهم بالأرقام تاع scoring system قسمناهم إلى outcome prediction score illness severity score أو organ dysfunction score الأحد هو decision support score يعني القرار كذا كذا باي ليش دخلت هيك بناء على السكور حتى لما نتكلم شويه الدخل البيشنت للاي سي يو انت قاعد القسم مثلا وتكلم الدكتور اي سي يو ويقول لك ندخل عندي حاله بندخل الاي سي يو ويقول لك ليش يقول والله شكلها مو عاجبني تصير لازم شكله مو عاجبني والله ما هو كويس يا دكتور بصفه يعني الله يكرمك جاء الكلمات هذه فاحنا بنحول الكلمات اللي جاها وكذا نقول له مثلا السكور عندي السكور بتاعها كذا حتى هيك خلاص تكلم يدير السكور براحه مش عاجبه يدير السكور براحه يدير كانت بنورمال ان شاء الله ان شاء الله لما يتحسن الراتب بتاعك تخدم 40 ساعه في الاسبوع يدير السكور براحه مش عاجبني السكور ولا شنو نبدو ناخذهم السكورز اولا اللي هو البريدكشن سكور الاوت كم بريدكشن سكور عندي ثلاثة سكورز لما هذيك مشهورات لما الأباتشي سكورز والسابس والإمبيم تمام الأباتشي سكورز اللي هو اختصار لأكيوت فاسيولوجي أند كرونيك هيلث معناها تتمنى إنه ياخذ الباك جراوند كرونيك ميديكال إلنس بتاع البيشنت ويبعث معها داتا من الأكيوت ستيج بتاعها تمام يجمعها مع بعض وكل واحد حاط لها سكور يطلع لك بالأخير الأوت كم بتاع البيشنت الموربيديتي كم طبعا بدت من 81 عند 2006 كذا باتش 1 2 3 4 اللي موسكم انتوى 2 بعدين 4 يعني حتى 3 شد روح وهي بعدين طاحت 2 ميزتها على 4 انه هي الفاريبلز اقل 2 تاخذ حوالي 17 فاريبل 4 تاخذ 129 فاريبل فال 4 از كومبريهنسيف لكن ال 4 تبدا تحسب لك حتى الاكسبكتد لينك اوف ستيت
ليش دخلت الاي سي يو متوقع اني بعد 3 ايام اسبوع 10 ايام ممكن ما يطلعش بالكامل مورتاليتي ريت كم يعني التو الاوت كم المورتاليتي خاصه هذه التو على الفور هذه مكتوب مثلا يعني هذه بالذات هذه التو فانت حط بالك الفور شيء يعني هذا شكله تمام. حاجة أخرى اللي هو الفيو ستابس اللي هو اختصار للسيمبليفايد أكيوت سكور حتى هي بدت في 84-85 وفا فيرجن 1-2-3 اللي يستخدم فيه تسحوش شنو التري تمام. التري تختلف واحدة من الاختلافات على الأباتشي غير أنها هي أسهل من الأباتشي إن التري لازم تدخل فيه أول ساعة من يعني الأباتشي تدخل فيه أول 24 ساعة تدخل فيه أول ساعة لو أنت تستعمل تمام. حتى هي عبارة عن 20 كبار يمكن كل واحد دي سكور ماكسيمم سكور اللي هو 25 وده نشوف ال 20 غالب تاخذ كل واحد دي سكور تضغط على رقم يعطيك المرتبه كم. الام بي ام سكور طبعا هو فيه يختلف عليهم ان هو نقدر ناخذه في اول ساعه وبعدها 20 ساعه يعني ما تقدروا الام بي ام الام بي ام 0 والام بي ام هذا 24 تعرف بيش الباك جراوند بتاعك تعرف ريسبونس للتريتمنت في اول 24 ساعه هذا الفرق بين الدم الاثنين يعني هذا ثلاثه من مجموعه سكورز ممكن نستخدمهم. والام بي ام حاجه اخرى انه هو ما عندكش هلف على الاكيوت فيسيولوجي اكثر من اللي يعتمد عليه الباك جراوند يعني نجيب نختار نقول اي واحده فيهم طبعا كل واحد له ميزات وله عيوب. حتى استخدامات زي ما قلت لكم ان هو الاباتشي يدخل في خلال 24 ساعه السابس في اول ساعه الام بي ام يدخل مرتين في اول ساعه وبعدين بعد 24 ساعه فحتى الوقت اللي جاي تاخذ فيه سكور يعتمد لو انت كتبت الساعه الاولى خلاص انسى من الفرق امشي للاباتشي طول ثاني في اول ساعه بعدين ممكن تفكر. هو بصفه عامه انك انت تختار سكور للاي سي بتاعك تمشي لاغلب الكيسز وتخلي سكور الأخرى لسيلكت كيس اللي هو ما تمشيش معاه لو يعني الأباتشي كومن سكور تقدر تستخدمها أز هي ستاندرد بتاعك لكن بعض الحالات يبدأ بيقول إن الأباتشي ما هوش فعال لك وبين تقدر تستخدمها بس حاجة أخرى لما استخدام لو استخدمتها خارج التايم فريم بتاعها الأكيرسي بتاعها بتقل اللي هو الأوتكم بتاعها تمام. وكل ما يكون الفيرجن أحدث أفضل الاستثناء الوحيد هو الأباتشي هو أفضل من التري لكن لما تدير السابس خذ ثلاثة تاخذ أباتشي خذ أربعة مثلا أو اثنين متخش ثلاثة. الحاجة الأخرى اللي هو السابس والإمبي السابس وال السابس هو الوحيد اللي اتخذ في أكثر من دولة الأباتشي والإمبي متخذين في نورث أمريكا فنوع البيشنت الديموغرافيك أو الإثنيسيتي أو الكيس ميكس تحهم أحياناً ما يطبقش علينا هلبا فهذه ممكن يقولك لأنك أنت في التو كده جي نشوفه مثلاً دي سبيشال بوبوليشن بيشنت مثلاً اللي هو الكوست كارديك الريست أو كورونا سيرج أو كارديك سيرجري أحسن حاجة يقولك الأباتشي 4 أو الأباتشي 4 أصلاً يعني لا الأكسب 3 أسوأ واحدة يعني الأباتشي 4 أفضل واحدة ساب 3 يعني أسوأ واحدة عدم ثلاثة تمام. لو اخذنا البيشنت بتاع البير ما فيش ولا واحد فيهم ينفع روحة لكن في سكور اسمها فليمز سكور اللي تستخدم في الأباتشي 2 البير أريا والسكس فهذه مثلا فليمز سكور نقدر اللي تعتمد بشكل كبير عليه الأباتشي 2 حالات الكانسر أو السوليد أورجن ترانسبلانت بالنسبة لهذه الكانسر ساب 3 أفضل واحدة تمام. السوليد أورجن كلهم تصير بعض يعني كلهم كويسة سوليد أورجن تصير نجي البيشنت على السي ار ار تي ولا الإكمو كلهم ما ينفعوش زي بعضهم زي ما قلت لكم الساب 3 هو الوحيد اللي لما دارت الكيس والمثال ستدي بتاع الكوليكشن بتاع داتا الساب 3 هو الوحيد اللي دا في التو الخارج نورث امريكا
يعتبر أقرب لنا من الأباشي والإمبيان. مشاكل بتاعهم كلهم إن هم كلهم يحسبوا لك مورتاليتي ما يحسبلكش الكواليتي أوف لايف. طبعا لما تطلع باش من الأثيوبيا كيف حي الله أعلم، لكن يحسب لك المورتاليتي ريت بس. تمام. طبعا المورتاليتي أحيانا تتأثر بها أشياء أخرى، يعني مثلا الأثيو مانجمنت اللوجيستيك التيم وورك والحاجات هذه أرقام هي باهية ومش باهية. يعني لما يبدأ عندي سكور مثلا استخدمه والسكور هذه تحسب لي إن يعني المورتاليتي مثلا بتاع كيسز برقم معين، ولا الاي سي يو مورتاليتي ديما يطلع لي اعلى من السكور هذه، انا اشوف روحي وين ماشي خير الاي سي يو بتاعك. او لما لذلك مره هيك ومره هيك اوكي تتقبل القصه، لكن ديما يعني المورتاليتي بتاع اعلى من السكور. فمعناها في فاكتور ثاني غير الاي سي يو كير او مشكله في الاي سي يو هذه مخليت لي المورتاليتي لو البرفورمانس بتاعي مش كويس. فهذه تعتبر حتى مرجعيه لنا هل احنا ماشيين كويس في الاي سي يو او لا. طبعا السكور هذا كله ما همش كليمه في السكيتش، معناها معناها البيشنت اللي سكور بتاع 80 مش معناها المورتاليتي بتاع دبل 40، مالهش علاقه بالموضوع. ولما تحسب انك تحس عندك تحسب لها مانوال بيدك بالارقام يطلع لك سكور 80 يطلع لك سكور 50 كذا كذا، يقول لك اكثر من 50 مورتاليتي واكثر من اكثر من سكور اكثر من 24 مورتاليتي وكذا، سكور اكثر من 40 مورتاليتي كذا، بين 28 و 40 زي بعض. وفي الفكره الاخرى اللي هو باستخدام الاونلاين ولا عندك الابلكيشن، هو يدخل الالجوريزم، يعني الالجوريزم حيعطيك طول نسبه الرقم. فنتكلم هنا على انك انت لو تدير مانوال بايدك دبلنج الرقم سكور مش معناها دبل مورتاليتي، لان فيها فاكتورز في الحسبه. الحاجه الاخرى اللي تاثر لي على انني البرفورمانس بتاعي ماشي على سكور ولا البيشنت من جانب، او للتايم بايس، للتايم اللي هو التايم قبل ما يجيني الاي سي يو. البيشنت اللي هو مثلا سبتك شوك وجاني من القسم مش كيف سبتك شوك اللي يجيني من الاي ار، مثلا جاني الاي ار ممكن بدوا له تريتمنت بدوا له فلوس بدوا له انتي بايوتيك القسم هذا يتصل بيك الناس والدكتور يعني مش قاعد، وقعدت البيشنت الفتره هذه نص ساعه ساعه ما فيش اي اكتف مجهود، مجهود مرات بنفس السكور، لكن تلقى روحك في النهايه جاك وبادي المجهود بتاعه برا الاي سي يو غير اللي جاك وما بدوش المجهود بتاعه. فالثان بايس ياثر لي عليه ان انا لو كان بتاعي ماتشنج للسكور ولا لا، وهذه ليميتيشن للسكور حتى نفسه. مرات السكور نفسه ما هي الدقيقه اللي البيشنت بعدين جاني هو ياثر لي عليه الاي ار. وبعض الحالات السكور بتاعهم اكزاجريتد، يجيك البيشنت دي كي اي مثلا اللي تحس كونتاكت تلقاها هاي معنا دي كي لو كان تحم ديما كويس، لكن الرقم في السيرج نتاعها بالاربع بيشنت، لكن تلقى الريسبونس تحم ديما كويس. بعض حالات البوست اوبر تراو يجيك مثلا تلقى جي سي نتاعها لو مرة تلقى البي بي نتاعها مش اي ولا نازل، تلقى مرة الاكسجينيشن تلقاها بوكس وكذا، لكن سيلف ليميتنج شوية فيك روحها شوية أكسجين تحس بروحها، لما فيك البي بي بتاعها تعطيها أنرجيزي تحسن لك البي بي بتاعها، تلقى روحك في ساعة ساعتين الأمور متعدلة، يعني مش هو البنادم اللي جاك وقت تاني. فلما لو تطبق عليه البيش هذا السكور تلقى روحك إنك أنت حركت القوات كلها وجبت الناس كلها وقلت لهم هذا مش هيعيش برا وأجروا خيمة مفهمتين والبيش ساعة مشت أمورك. تمام. فهذه هم السكورز الاولات اللي تكلم عنها اللي هما اوتكم بريدكشن. الحاجات الاخرى السكور اللي هو السيفيريتي اوف النس، اولا الناس بعض الناس يقولوا لها الاورجنز ديسفانكشن سكور، اول واحده اللي هي المودز اللي هو مالتيبل اورجن ديسفانكشن سكورز ستان فايف فاري، بس هم ياخذوا الاورجنز كلهم، ياخذ الكارديك ياخذ السي سي ام اس ريسبيرتوري يورين ديما بيجي يحط كل واحد ريفرنس فاليو والسكورز من كذا لكذا، ويحط على بيز لاين بناء عليها ان هو شنو البيشنت شنو الاورجن ديسفانكشن تاعه. يعني هو مثلا هذا الموتس عنده 94 عنده 6 فاليوز كل واحد من 0 ل 4 تلقاه قلت 5 سكور 5 6 30، وتلقى روحك على حسب السكور تاعك. السوفا اللي هو اشهرهم طبعا اللي خلاه مشهور هو السبسيس طبعا، مش لانه هو كويس، لانه هو استخدموه في التكنيشنز بتاع السبسيس
هو كنا زمان نقول في سيبسس 1 وسيبسس 2 نقول الديفينيشن على السيرس وكذا، فما عادش يقولوا سيرس تو. خشت السوفا في تعريف السيبسس من 2016 يعني. تمام، فهي حتى هي نفس الفكره نفس الايديا بتاع الموتس اورجنز فانكشن. الفكره انك انت ما تستعملش زي ما كله بتاع السوفا والموتس، ما تستعملش انك انت از بريدكتر، يعني مش ان يكون از ديفينيشن، يعني بنعرف ان البيشنت عنده اورجن انفكشن هاو باد. تمام، وشنو الريسبونس، كل ما عنده الادفانس انها تقدر تعوضه او الاقرات اللي هذا البريدكشن حول الابانشي 4 تقدر تديره كل يوم. لكن عندك الام بي ام تقدر تديره 24 ساعه والسادس واحده مش خلاص أول، لكن هذا عاود كل يوم وشوف الريسبونس بتاعه. ليش كان عنده رينا فيري تحسن، رسبتي فيري تحسن، تشوف الريسبونس للتكنيك بتاعك. تمام، والحاجة الأخرى هو اللودز. اللودز عبارة عن محتوى أورجان ديسفانكشن أو سيستم سيفيريتي، لكن مع الوقت حطوا له ألغوريثم إنك أنت البدايات اللي تدير فيها تقدر جماعة تقدر تستعملها كبريدكشن. تمام، يعتبر هايبريد بين الـ outcome prediction وبين الـ شو اسمه الـ عشان نتقنعني منين نسيب السهل ونجيب يعني ليش؟ يعني ليش مش فاضي؟ يعني ما عليك وقت لك سابق لكي أباتشي ممكن أبات أباتشي كانت بشيء أي كانت الخير ها؟ أي نقعد نزيد أباتشي ناخد بدأت كانت تخدم في مستشفيات براليبيا. واحدة من المشاكل اللي يواجهوا فيها المستشفيات مع الدكونتيش مع الدكاترة بصفة عامة الدكونتيش كنت طيب. هي ما نحبوش نفسه، احنا ما نحبوش نفسه الدكاترة حتى العام ما احنا ما نحبوش وهم ما يحبوش فينا صح، لان هم برا المستشفى برا كثير يخلصوا من الانشورنس. فالانشورنس اللي مش مكتوب ما ندرش بس البيشنت جاك ارستد وفي الدنيا كله وتعبت وقعدت معاها يوم يومين ثلاثة وانت خدمة كذا، لكن مفضيش تكتب هذا بشيء زيرو. البيشنت جاي وقعد في حادث سيدور خلوه مش مشكلة خلوه البي بي لوه بس انا بدير التكتب نتيشن هذا مش فلوس هاي، هذا عيب كبير في الحاجات فالدوكيومنتيشن دي مشكلة. فديما كل ما تلقى حاجة تسهل عليك الدوكيومنتيشن وتعطيني نفس الفكرة نفسها تقول ليش لا؟ نفس الفكرة. الفرق بيناتهم هم ثلاثة ممكن نقول إيه؟ قلنا بالنسبة للنودز والسوفا استخدامهم يعتبر أسهل من النودز. السوفا سوفا يعني أشهر استخداما لأن نقدر نستعمله أكثر أو أكثر واحد نختار عليه داتا للسيبسس. في فيرجن بتاع الكيو سوفا الكويك سوفا اللي ممكن أنت تستعمل اللي هو السيستوليك بلاد بريشر والريسبيراتوري ريت والجي سي اس. في شي لاب يعني في شي لاب لأنه كل في شي لاب أي هذا الكويك سوفا الكويك سوفا في شي لاب يعني السيستوليك بي أقل من 100 أكثر من 20 والجي سي اس أقل من 15 عندك اثنين معناها decision سبسكور بقول هذه حاجة إنك أنت تساعدك في إنك أنت تأخذ قرارات patient مش ICU ونفس الوقت تأخذ قرارات. الحاجة الأهم اللي كان هو early intervention، يعني مش لازم المانجمنت يبدأ في ICU هو المستشفيات اللي مديرين السيستم هذا، إنك أنت يبدأ عندك تيم خاص يقولون RR تيم رابط ريسبونس تيم. بعض المستشفيات عندهم واحدة من الاي سي يو نيرس اسمها الايكون نيرس. تمام، هذه الرابط ريسبونس تيم ولا الايكون نيرس هذا ما وظيفتهم هم حلقة الاتصال بين القسم وبين الاي سي يو.
اول ما جاش تلاقي حاطين للممرضات السكور سيستم مثلا حسب القسم اللي انت فيه مثلا الادلت في العام او جنرال بيش جنرال ميديكال سيرش بيش في حاجه يقولوا لها نيوز سكور اللي هو ناشونال ايرلي وورنينج سكور داتا تجمعها ريسبيرتوري ريت السكيل 2 البيش اوكسجين ولا سيستوليك بلاد بريشر بلس ريت كونشسنس تعمل شوف في بعض النقل لك اليورين اوتبوت كان عندك كل واحد حسب كيف تحط سكور واحد هذا 1 2 3 مثلا سكور 0 هذا البيشنت ما ادي له شيء برضو تفتح سكور 1 مثلا تقول لا هذا ادي له كريبيت سكور كل نص ساعه او كل ساعه سكور 2 معناها هذا يبي بيشنت اكتف انترفنشن البيشنت مثلا يحتاج لفلود بيشنت هيدرونيك يحتاج لفلود بيشنت انجيزيا بيشنت يحتاج مثلا بيزت بيشنت اورجوريك يبي لازم سواء كلوذة كذا فهذا دماء خشف سكور نخش في التري معناها غالبا بيش حيحتاج يسير من اللي يحدد القصة دي اللي هو جماعة الارار تيم او هو اللي عند اي كونيرس البيرجن هذا فيه حاطين بيرجن اخر طبعا مشكلت ان البيشنت نفس القصة ما هوش زي بعض من البيديات البيشنت الريفرس حبرا حطوا حاجة اسمها تي فيوس اللي هو هيك بيديات اللي هو سكور نسوان كثير هذا ما كيرش حاجة قزح حاجة ليهم مستدرك ها متين الان وان وان سكور 106 لا عندك كد مبلغ من عندك كد مبلغ في المونتاج اثنين فالحاجات هذه الاون سكورز تلقاهم النيرسز لما يخدموا عندهم كلهم هذا باتش فيه ثلاث أوراق معلقات لولا أرقام متاع الإدارة متاع المشرف الإداري الثانية السكور جيك حالة ما بعرفش نرجع للقسم اللي عندي حالة شوف يمكن قهوة ديما لابسة كمدانية الثالثة الكودز كود بلو كود كود ريد كود بلو كود وايت كود جرين كود أمبر كود يعني كل كود لها حاجة لما يطلبون يقول كود إيش بشر يعني شو الكود فدي ما دي مع حاجات سهلة وتطبيقها سهل مشكلة المقاومة اللي بس عنا حاولنا نطبقها هنا في مكان ما وباي وعجبتهم الفكرة لكن وقف عند الإعجاب يعني معنى هي يعني لا فيها تكلفة ولا فيها صعوبة ولا وايد إرادة بس مش معنى إرادة ديما حاجات اللي يقول لك الكواليتي امبروفمنت لها شروط يعني الشرط الأول يقول لك ليدرشيب كوميتمنت الحامل آخر حاجة عطل الفريق آخر حاجة عندك البندلز اوف كير تمام نقول بندل شو معنى بندل هي جروب اوف ايفيدنس بيس كير كومباوند لاي ديزيز تمام وين اكزكيوتد سيفيدا شو بدي شو الهدف بتاعي بيتر اوت كم تمام اف امبلمنتد انت فيدولي هي كلها موجهه مش للسيستم كلها موجهه لا بيش لا انت فيدولي مجموعه الاكشنز لما نديرهم عليه بيش الاوت كم بتاعها شو بيتحسن تمام هل اني نية ما هذيك ما نعرفهمش؟ لا نعرفهم كلنا شنو المشكلة ان مانيش واعي بها مانيش مجمعهم في مكان واحد مانيش نلاقي تشيك ليست اللي نية متأكد ان هم طبقوا على كل حالة في حدا كده هذه البندوس كده هذه الفكرة ان هو قال لك لا انا بدل من الناس عارفين اوكي ان كل الناس عارفة ان الاورال هيجي يعني هيجي كويس كل الناس عارفة ان الانتبيوتك قبل ما تاخذها لازم تكثير كم شهر كل الناس نعرفها سيبس في أول ساعة لازم تعطي في الكلاس تثلي فيش عندي عرفها طبقتش ليش؟ لأن مفيش عندي تشيكليست لها مفيش حد يتبع تشيكليست لها طبقتها هذه الإشكال فهل وجود البندلز اوف كير خلاص نبدأ عندي حاجة مكان معين كل حالة تكتب تشيكليست يوميا باش نحط في البوزيشن الكير هذا ندار ولا نتقرب ولا اخذ الفلكسبل ولا مش عارف كل حاجات حسب
التارجت نتاعي شنو الهدف نتاعي التارجت اللي هو اللي كنت في ترسيد النمونيا الاي سي ويكنس ليريا سبسس كل حاجه لها باندل كير لها سبسس وهذا لو تشوفها سبسس لا دفاع هذا عارفكم دفاع لكن ماهيش مجمع واحد ماهيش ماشي سيستماتيك ماهيش ماشي بشكل سبيس فكل الفكره انك انت تتحول البيشنت اللي هو اللي هو اللي نقول لك هذا بريفنتبل هارم ولا انفيتبل هارم يعني يعني ما فيش حد يقول لك ان كل الناس اللي حتخش المستشفيات كلهم حيتحسنوا وكلهم حي هي حاجه مش بيدنا لكن في افويد من هارم في هارم هذه حاجه في العالم كلها معاناه عندهم اللي هو كيف تمنع اللي هو هذا بريفنتبل ايرور البريفنتبل ايرورز لما تبقى فاهم من البدوب تبقى فاهم بشكل واعي ويجي الفلوس من 2001 الى غايه يوم هذا ما زال عنده مشكلة دائما الدول اللي نقول يعني ادفانس كلها الاشكالات اغلبها تلقاها مشاكل سيستم وصلوا لقرار يقول لك ان اي بيشنت كوميونيكيشن ولا اي مشكله 15% اندفيدوال 85% سيستم شنو اللي خلى السيستم هذا يا اما القياده مش حاطه السيستم او السيستم مش فعال بالنسبه للمكان او المستشفى او الصراط مش ملتزم هذا هذه اللي خليك انك انت تبدا الحلقه ديما ديما تتبع وين مشاكلك عندي مشكله تتبعها هذه الكونتينوس كير فلازم انك انت عشان تتبع شنو تحسن الاوتكم البيشنت بتاعك تشوف شنو في احسن ايفيدنس موجود بالنسبه للحاله دي ليفلز تطبق هذا كيف تطبق ليفلز للبراكتس انك انت لخصه شوف العوائق اللي عندك في السيستم الايفيدنس كيف شنو الحاجه اللي متبلش تدير نحسب البرفورمانس كونتينوس اساسي يعني مثلا كل شهر او كل ثلاث شهور نجي نشوف ماشي كويس ولا والبيشنت هل كل مخدوم تريتمنت هذا ولا لا هذه انا كيف ناخذ ونطبقها لازم طبعا يعتمد كله على تيم الفكت ويعتمد تيم مورك ويعتمد كله ان انا كونتينوس نشوف الديفكت ديما حتطلع لي الديفكت لازم ديما الحق ديما الحق نحاول نصلحها ونحاول نقول لك ديما نقص من الايروس اذا انت مثلا زي ما قلت لكم اللي هو الفاب بندل سنتر لاين بندل سيفير سيبسس اي سي ويكنس اي سي ديليريا خش مثلا قول لي الستريس السر والبي تي اي بروكلاكس هذا نخش تحت البندلز اللي هم الكروكات مثلا لو تجي تشوف الباب واحده من الحاجات اللي انكلودد في الباب بندل اللي هو الدي بي تي بروكلاكسس والجي اي تي بروكلاكسس الهدف بيت وديلي سيكريكيشن او سيديشن تيلس كونتينيوس بريدنج سنترال لاين الهاند هايجين ماكسيمم كبارير اثناء الانسيرشن اللي هو اللفس الجاون الشيت الكامل اللي حط البيشن كله الكلوركسيدين استخدامه كانتيسبتيك ريكومند اكثر من الايودين والحاجات دي اللي هو السايت سيلكشن يعني لين نختار سايت الاوبشن 1 الجوجلر سابليبر اخر شيء الكاميرا بالنسبه لحضرتي اطفال عادي وديلي ريفيو شوف السنتر لاين اللي هي الانسيرشن قاعد في مكانه مغطي نظيف ما هوش نظيف فيه ريدنس فيه هاي ديلي اس 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 هو المفروض الاي دي مكان تحط عليه حاجه شفافه ترانسبيرنت ترانسبيرنت انا ما تقعدش كل يوم تفتح وتسكر ترانسبيرنت تشوفه طول ما تمسك الانسيرشن الا لو نفك في دي روح حاجه اخرى هو هذا السيفير سيفير سيبسس سواء اثناء الستيشن او اثناء المانجمنت الستيشن لازم تتاكد انك انت اخذت كثيرة من التيت بلد كالتشرز الانتيبيوتيك اللي فيه تريت الهايبوتنشنز اللي هو مثلا الليج اليفيشن بلوب الفاس اوبريسس ادكت سنتر الفينس فينس بريشرز والفينس اوكسجينيشن الكونتينوس كير اللي هو لو كان بيشن سبير سبتك شوك على الفاس اوبريسس تتاكد ان بيشن حطيت عليه لو دوزز تيرويد البلد شوجر كنترول افويد اكسسيف بلاتو بريشر الحاجات بس تارجتس انك انت ممكن مع البيش تروح تحط عليها لو تاكدت منها في اليوم موجود عندك انك انت شو اسمه اللي هو الاوت كم بيشنت ان شاء الله يتحسن مقارنه بالبيش اللي هو ما قدرتش فيه الحاجه دي مش مقارنه بالبيش بتاع السبسس هو مثلا جيك سبسس الاوت كم ديما مش كويس فالحاجه تاني كيف نتاكد منها عندي حل ثاني يا اما نغير تشارت نتاع السوق في تشارت في حاجات اوريدي فيها او انك انت تدير تشيك ليست هذه خاصه بال دي القصه هذه تنحط زي اللي يديروا فيها في
مثلا جلايسيميك تشارت زي بتاع الميديكيشن تشارت تبدا تشارت زي بتاع تشيك ليست وتحطها اليوم على الوش تاكد ان الحاجات تدار 1 2 3 4 هذه حاجات كلها ان هي تزيد الوعي بتاعنا بان هي المنهج بتاعي كويس هل انا ما نسيت شيء ولا الواحد انسى ما يتذكرش كل شيء بالذات لما مع سحبه في اي سي يو بيشنت هذاك السكر ما تبداش حايس مع بيشنت ويلو سكو بيشنت يبدا كويس ولو كان ماشي احسن من غيره وتلقى فجاه تيتريت من هنا نسيت ما درتش حاجات اساسيه بيزك لان انا واخذ كل اهتمامي بيشنت ذاك كان عندي تشيك ليست بدون ما نفكر بدون نركز حنعرف ان لا لا هذه خير من الدرجه خير من الدرجه فنحسن الأركام بالذات البيش اللي هما في النص يعني خلينا السيبريشن هذا موضوع ثاني لكن البيش في النص عشان شيء ما يسويش يعني أنت الـ ICU واحدة من الأهداف بتاعته مينيمايز سكندري دامج وجاك البيش ICU عنده برايمري دامج فأنت رقم الأول أن ما يسويش حاجة رقم ثاني تحسن هذا 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 في الـ ICU وهذا كل ما لديه صحيح.